لو الحكاية فيها إن فيتو تعرف فيكي؟ قول يا حبيبي. والدته والدته فتحية محمد عبد الإله. والدته هو كان نازل الصبح شارب الشاي. والدته محمد عبد الإله فتحية محمد. والدته شارب الشاي الصبح وكان لقمة وعمل له كوبات الشاي وخد بعضه ايه زي دلوقتي. لا ده ما كانش لسه ما كانش لسه صحي. وبعدين راح واخد بعضه قبل الاكل وبتاعه راح واخد بعضه وشرب الشاي وغير هدومه وتعطر وتريح وتهزى وايه ونزل بقى فرحان بشباب. نزل النزله يا ابني ما طلعش لي على السلم. بس انا اخوك كبير بيطل من البلكونه قال بحم احمد بلومه مسك اخويا بيبارك عليه وبيضرب. دي جري بيجري عشان يحوش اخوه دك هجير ده داخل باب الشقه جاب السنجه وراح مسك. خد بعضه وجري بعد ما خبط ديه بالسكينه على ايده وعمل صوابعه راح جاري بقى ما شفناش راح فين. بس انا الرجاله قاعده كلها بتاعت الحته يابا وراح جاب لك البتاعه دي في ايده. عينه عينك كده والناس قاعده الناس واقفه كده وابني واقف ورايا في المدخل راح جايب البتاع راح اتصصص في وشه. النافوخ طلع العينين طلع وشي عامد انا طول الوقت اروح الحجز يعني لم عينه بس عينين وولع فيها موته موته لم نافوخه ولم عينه ولم حطه من المدخل يعني. ودمه نزل فرفر فرفر منه يا شريف يا شريف ما خلاص انتهى. راح اجرينه مركبينه العربيه طلعت روح فرفر في ساعتها كل دي ليه يا امي؟ قبل عشان خاطر قميص. قميص مين؟ كان ماكو عنده اتاخر عنده شويه. انت ما كنتش القميص ليه؟ انت بتتنك عليا ليه؟ انت مش عارف ايه مش بقى. وراح زقه وخبطه بالقلم قال له يا عم عشان انا عاجز بتزقني وراح خبطه. بيقول له عيب عليك كده هو كل بيركب عليا عشان انا عاجز وعشان ما بعرفش اضرب حد. راح خبطه قال له حيت امي اللي هموتك. جري جاب البتاع راح طص في الثلاجه. هو كان في بينكم عداوه ولا حاجه؟ ولا عداوه ولا اي حاجه ولا حاجه ابدا ولا اي حاجه يا ابني. هذا اللي حصل يا حبيبي. بقيت مرميه قدام الباب وابني مرمي في المدخل سيف دم ولا حدش غطني ولا حدش حشني. اعمل ايه؟ هو اللي كان بيجري عليا وبيخش عليا وبيصرف عليا ومعايا الواد اللي يرفعني في الشقه. على صوتك على السماعه. وهو اللي معايا وهو اللي بيعيش معايا وهو اللي بياكل وهو اللي بيعمل معايا وكل حاجه بيجري عليا وكل اعمل ايه؟ واد الحكايه واد اللي عليا وكل نصيبي نصيبي فرفر مني زي الخروف لما اكون بيتذبح كده في ثواني. يا شريف يا شريف ما لقيتش شريف. الدم بقى يطرطر زي ما اكون زي بسبوز لابريك. لقيت نافوخه طلع لقيت يعني لقيت مفيش وش وش بتاكل كله. وادي الحكايه. ده هو اللي كان بياكلها وبيصرف عليها. بتطلب ايه يا حاج؟ انا صلى على النبي انا بطالب تجيب له تقتله زي ما قتلتني اقتله واللي تعمله معايا اعمله كده يا اخويا اقتلوه. انا عايزه اموته زي ما موت ابني ده روح موت روح. انا طالبه كده قول لي السيسي كده يتعدل يتعدل قول لي السيسي كده الوليه الغلبانه اللي بيجري عليها ابنها واتقتل قتيل وراح طفل بتقول لك اقتله تقول لك اشنق طالبه منك العفو والرضا تشنق ابنها تشنق الراجل ده زي ما شنق موت ابنها. قاتل السيسي عبد الفتاح قول له كده ان كنت عايزين اروح له اروح له اروح بس خلاص واللي تعملوه اعمله. انا عايزه الشن عايزه شنو؟ نعم عبد الناصر فتحي عارف سني 50 سنه. ايه اللي حصل؟ انا اخو المتوفي بس مش شوف فتحي عقبال حضرتك. ايه اللي حصل مع المتوفي؟ اللي حصل مع المتوفي موزه في اثناء الصبح الساعه 1 نازل زي الوقت كده واخد بالك وهو نازل يفتح محل المكوى واخد بالك اللي هو جنب مننا دوت. جه موظف الكلمه اللي اسمه احمد بالونه دوت مقابله بيقول له ما كويش القميص ليه؟ البنطلون. قال له حاضر اسخن المكواكي. قال له انت بتبص لي ليه كده؟ قال له حرام عليك ده انا عاجز ده انا عاجز ما كلكم بتشطروا عليا. شكرا جوايا
قام موزه بالكلمه من ايه زق وركب فوق منه عشان عاجز مش هيحمي نفسه. ركب فوق منه وقام مديله. لقيت الناس اتلمت قام شايلينه عنه. واخد بالك؟ كان معاه حديده صغيره كده. واخد بالك؟ قام خبطه هنا. طبعا موزه دي الكلمه انا مش بنبص للحديده، بنبص لهو راح جاب سلاح. وجاب بومبه اللي هي المونه دي. واخد بالك؟ قام مديني انا على طراطيف صابعي. قطع له الاربع صوابع الوتر بالشرايين. واخد بالك؟ بالعروق. وقام فلت مني وقام داخل على المدخل قام مد اخويا بالقنبله. واخد بالك؟ في الراس في العين. لقينا عين وقع في الارض دمه ساح وقع في الارض وقام ميت. مين هيجيب لنا حقنا؟ مين هيجيب لنا حقنا؟